بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 17. سائلة ألف خاء من بلجيكا تقول: هي شابة عربية مسلمة تزوجت من رجل لا تعرفه من قبل، كان يعمل بألمانيا الغربية وطلب من أبيها أن تعيش معه ووافقت هي على ذلك، وبعد أن تم الزواج ذهبت معه إلى ألمانيا، وخلال حياتها معه اكتشفت أنه لا يصلي ولا يصوم، بل كان يرغمها على طبخ طعام له في نهار رمضان إضافة إلى ارتكابه بعض المنكرات الأخرى، وقد حاولت إصلاح شأنه ولكن دون فائدة، مما جعلها تطلب منه الطلاق، وفعلا حصل لها ذلك. فتقول: هل هي على حق في طلبها الطلاق من هذا الزوج لذلكم السبب؟ ثم إنها تقول إنها رجعت بعد ذلك إلى بلجيكا مع بعض جيرانها سابقا، وهي تعمل هناك بسبب الإنفاق على نفسها وعلى والدها الفقير الحال، وهي تعيش بمفردها مع عائلة من هناك، ولكنها تعيش معهم في المنزل فقط، أما أكلها ونومها فمنفردة، وهم منحوها الحرية في ممارسة ما يأمرها به الدين من صلاة وصلاة وغيرها، ولكنها تسأل هل بقاؤها بمفردها مع هذه العائلة فيه مخالفة للدين، وكذلك الصلوات. تقول إنها لا تصلي إلا بعد عودتها من العمل، تصلي جميع الصلوات لكون مكان العمل غير صادح لأداء الصلوات فيه لعدة اعتبارات، فما الحكم في هذا؟ أولا نشكرك أيها السائلة على تمسكك بالدين وحرصك على التزام شعائره، وأما ما سألت عنه من إراقك للزوج لما رأيت منه عدم تمسكه بالدين وأنه لا يصلي ولا يصوم، فهذا هو الواجب عليك، ولا يجوز لك البقاء معه على هذه الحال، لأن من ترك الصلاة متعمدا إنه كافر، لا تبقى معه المسلمة في عصمته. فأحسنت كل الإحسان في مفارقتك لهذا الزوج السيء وفرارك بدينك عنه. وأما ما سألت عنه من ذهابك إلى ألمانيا بمفردك وسكونك مع عائلة أجنبية منك، هذا شيء لا يجوز. أولا سفر المرأة بغير محرم هذا لا يجوز، وثانيا سكنها مع عائلة أجنبية منها ومع أناس أجانب ليسوا محارم لها هذا حرام على المسلمة. فالذي أنصحك به أن تعودي إلى بلدك أو أن تستصحبي الوالد معك إذا أردت السفر إلى بلجيكا أو غيرها، أما أن تسافري وحدك وتسكني وحدك أو مع عائلة أجنبية منك فهذا شيء لا يكره الإسلام ولا يرضى به الله سبحانه وتعالى، لأن المرأة عورة ولا يجوز لها أن تسافر بدون محرم أو أن تسكن مع عائلة فيها رجال غير محارم لها، لأن ذلك يعرضها للفتنة ويعرض غيرها للفتان بها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع صالح جابر سوداني مقيم بالكويت، يقول: إذا كان هناك شخص اشترى عقدا للعمل بغير اسمه واستخرج جواز سفر بهذا الاسم المستعار ويريد الحج به، فهل يصح هذا الحج أم لا؟ وما الحكم الشرعي في هذا العمل الذي هو احتيال على أنظمة الدولة ومخالفة لها؟ وما حكم الكسب الذي يكسبه بهذا الأسلوب؟ المفروض في المسلم الصدق في المعاملة والتزام الأمانة، وأن لا يكون مخادعا ومخاتلا ومحتالا، لا سيما على الأنظمة التي فيها مصالح للناس وتنظيم لأمور الناس. لا يجوز للإنسان أن يحتال عليها وأن يلبس على المسؤولين وأن يخالف الأنظمة وأن يكذب، وفي هذا عدة محاذير، والاكتساب الذي يحصل من هذا الطريق اكتساب غير شريف. المسلم يصدق ويتعامل بالصدق ويتحرى الصدق دائما وأبدا. الله سبحانه وتعالى يرزقه ويعينه، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما قضية أنك بهذا الاحتيال أديت الحج واكتسبت مالا، الحج صحيح في حد ذاته إذا استكملت أحكامه وأديت ما أوجب الله تعالى فيه فإنه صحيح، ولكن عملك واحتيالك تعاقب عليه، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى عن مثل هذا العمل. وكذلك الكسب إذا لم يكن فيه معاملة محرمة ولا غش ولا ربا، كان الكسبا شريفا فهو كسب حلال، ولكن الطريق الذي ارتكبته والاحتيال الذي احتلته للوصول إلى ذلك هذا شيء لا يجوز وأنت تأثم عليه، الله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة منال جركش من دمشق، لها سؤالان. سؤالها الأول تقول: هناك بعض الناس يدعون بدعاء يعتقدون أنه يشفي من مرض السكر، وهو كما يلي: الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله، أنت وسيلتي، خذ بيدي قلت حيلتي فأدركني. ويقولون هذا القول
القول يا رسول الله اشفع لي، وبمعنى آخر ادعو الله يا رسول الله لي بالشفاء، فهل يجوز أن يردد هذا الدعاء وهل فيه فائدة كما يزعمون؟ أرشدونا بارك الله فيكم. هذا الدعاء من الشرك الأكبر، لأنه دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم وطلب لكشف الضر والمرض من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فطلبه من غير الله شرك أكبر، وكذلك طلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم هذا من الشرك الأكبر، لأن المشركين الأولين كانوا يعبدون الأولياء ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فالله سبحانه وتعالى عاب ذلك عليهم ونهاهم عن ذلك، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء، فكل هذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى منه والتزام التوحيد وعقيدة الإسلام، فهو دعاء شركي لا يجوز للمسلم أن يتلفظ به ولا أن يدعو به ولا أن يستعمله، ويجب على المسلم أن ينهى عنه وأن يحذر منه. والأدعية الشرعية التي يدعى بها للمريض ويلقى بها المريض أدعية ثابتة ومعلومة يرجع إليها في مضانها من دواوين الإسلام الصحيحة، صحيح البخاري وصحيح مسلم، كذلك قراءة القرآن على المريض مرض السكر أو غير مرض السكر، قراءة القرآن وبالذات قراءة سورة الفاتحة على المريض هذا فيه شفاء وفيه أجر وفيه خير كثير، الله سبحانه وتعالى قد أغنانا بذلك عن الأمور الشركية. المسلم لا يجوز له أن يتعاطى شيئا من الشركيات ولا أن يقدم على عمل من الأعمال أو على دعاء من الأدعية إلا إذا ثبت لديه وتحقق أنه من شريعة الله وشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بسؤال أهل العلم وبالرجوع إلى مصادر الإسلام الصحيحة. الذي أنصحك به ترك هذا الدعاء والابتعاد عنه والنهي عنه والتحذير منه. جزاكم الله خيرا. سؤالها الآخر تقول: ما مدى صحة الحديثين عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذب المنجمون ولو صدقوا، وحديث آخر وهو كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، وما حكم الشرع في ضرب الرمل والتنجيم، وهل هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم هذه الأعمال؟ أما قضية التنجيم إذا أريد به الاستدلال بالنجوم على الحوادث المستقبلة وأن النجوم لها تأثير في الكائنات وفي نزول الأمطار أو نزول الأمراض أو غير ذلك، فهذا شرك أكبر وهو من اعتقاد الجاهلية، والتنجيم على هذا النحو محرم أشد التحريم. وأما الحديث الذي سألت عنه كذب المنجمون ولو صدقوا فلا أعرف له أصلا من ناحية السند، لم أقف عليه، وأما معناه فهو صحيح، فإن المنجمين يتخرصون ويكذبون على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا علاقة للنجوم بتدبير الكون، إنما المدبر والله سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق النجوم وخلق غيرها، والنجوم خلقها الله لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، هذا ما دل عليه القرآن الكريم، من طلب منها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه، هذا ما يتعلق بالنجيم والنجوم. وكذلك بقية الأمور التي هي من الخرافات والشعوذة كالرمل، خطف الرمل وغير ذلك من الأمور التي تستعمل لادعاء علم الغيب والإخبار عما يحدث أو لشفاء الأمراض أو غير ذلك، كل هذا يدخل في حكم التنجيم ويدخل في الكهانة ويدخل في الأمور الشركية، لأن القلوب يجب أن تتعلق بالله خالقها ومدبرها والذي يملك الضر والنفع والخير والشر بيده الخير وهو على كل شيء قدير، أما هذه الكائنات وهذه المخلوقات فإنها مدبرة مربوبة ليس لها من الأمر شيء. من آياته الليل والنهار الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، كلها كائنات مخلوقة مدبرة لها مصالح ربطها الله سبحانه وتعالى بها، وهي تؤدي وظائفها طاعة لله وتسخيرا من الله سبحانه وتعالى، أما أنها يتعلق بها ويطلب منها دفع الضرر أو جلب الخير فهذا شرك أكبر واعتقاد جاهلي. أما حديث كان نبي من الأنبياء يخط من وافق خطه فذاك، هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما، قال العلماء ومعناه أن هذا من اختصاص ذلك النبي ومن معجزاته، وأن أحدا لا يمكن أن يوافقه لأن هذا من خصائصه ومن معجزاته، فالمراد بهذا نفي أن يكون الخط في الرمل يتعلق به أمر من الأمور، لأن هذا من خصائص ذلك النبي، خصائص الأنبياء ومعجزاتهم لا يشركهم فيها غيرهم عليهم الصلاة والسلام، فالمراد بهذا نفي أن يكون للخطاطين أو الرمالين شيء من الحقائق التي
يدعونها، وإنما هي أكاذيب، لأنه لا يمكن أن يوافق ذلك النبي خطه أحد، والله تعالى أعلم. مثل الخط في الرمل أو قراءة الفنجان أو الكف كما يحدث عند بعض المخرفين اليوم، الإثم في هذا لا يقتصر على نفس مرتكب هذه الأعمال، بل يلحق حتى من ذهب إليهم أو صدقهم. بلا شك أن هذه من الخرافات ومن الأوهام الجاهلية والأعمال الشركية، كلها من أعمال الشيطان وكلها من من طرق الشرك وأعمال الشرك، ولا يجوز للمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إلى هؤلاء ولا أن يصدقهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الذهاب إليهم ولا سؤالهم ولا تصديقهم، وعلى المؤمن أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله وأن يرتبط بالله سبحانه وتعالى، وأن يحذر مما يفسد دينه أو يخلخل عقيدته أو يضله عن الصراط المستقيم. بارك الله فيكم إخوتنا الكرام. والاستغفار بعد السلام استغفار ثلاثا: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، إلى آخر هذه الأذكار الواردة. هذه يجهر بها، لكن على صفة فردية، لا على صفة جماعية كما ذكرنا أولا. إن الذكر الجماعي هذا من المبتدعات، وإنما كل يذكر لنفسه ويجهر بذلك بعد الصلاة. أما الدعاء كما ذكرنا سابقا يدعو سرا وجهرا قبل الصلاة أو بعدها، ولكن مع مراعاة حسن الأدب ومع مراعاة عدم الإضرار بالآخرين. سؤاله الأخير يقول: هل يجوز لقارئ القرآن أن يقرأ السورة الواحدة مثلا بعدة روايات؟ أي من كان يقرأ في سورة من سور القرآن واختلطت عليه الروايات فبدأ ينتقل من رواية إلى أخرى، كما لو قرأ أول الأمر برواية حفص عن عاصم ثم برواية ورش عن نافع، هل عليه في هذا شيء أم لا؟ القراءة إذا وافقت المصحف العثماني وصح سندها ولم تخرج عن قراءة العشرة فهذه تصح الصلاة بها، هذه تصح الصلاة بها إذا توافرت فيها هذه الشروط: أن توافق المصحف العثماني الذي هو المصحف الإمام، وأن يصح سندها، وأن لا تخرج عن قراءة العشرة. فإن خرجت عن قراءة العشرة فيها خلاف. فإذا قرأت بأي قراءة على هذا النمط ما توفرت فيه هذه الشروط فالقراءة صحيحة، الصلاة صحيحة. أما التنويع القراءات في الصلاة فهذا لا ينبغي، لا ينبغي أن تنوع القراءة وأن تقرأ تارة قراءة حفص وتارة قراءة ورش وتارة قراءة فلان أو فلان، هذا لا ينبغي، خصوصا إذا كان هذا يشوش على أهل البلد أو يشوش على الذين لم يعتادوا هذا الشيء، فإنه لا ينبغي هذا. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من الأخت وجدان صالح محمد من مكة المكرمة. سؤالها تقول: نحن أسرة مكونة من 7 بنات، وقد توفيت أختي الكبيرة من أبي ولديها 8 أبناء، فهل لأبنائها الموجودين على قيد الحياة الحق في الإرث من مال والدي؟ لأن والدي ما زال موجودا على قيد الحياة وهي ماتت قبله، فهناك عدة مشاكل تحدث مع أولادها بشأن هذا الإرث. أولاد البنات ليس لهم من الإرث شيء، لأنهم من ذوي الأرحام، ما دام يوجد أصحاب فروض أو عصبات إنه لا حق لذوي الأرحام في الإرث. فمال أبيكم لبناته 2/3 منه والباقي للعاصب، إن لم يكن هناك عاصب فإنه يرد على البنات. أما بنات البنت ليس لهن شيء في هذه الحالة لأنهن من ذوي الأرحام، الله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع أحمد محمد أحمد، سوداني مقيم بجدة، يقول: كنت في إحدى الدول العربية وجئت إلى هنا من أجل العمل، وجاء شهر رمضان وليس معي شيء من المال، وفي هذه الحالة اضطررت إلى الإفطار والعمل، فهل علي شيء في هذا؟ العمل لا يبيح الإفطار في رمضان، لأن الإفطار إنما يجوز للمريض وللمسافر وللحائض والحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما أو خافت على أنفسهما، وكذلك الشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام، هؤلاء هم أهل الأعذار الذين يجوز لهم الإفطار ويقضون من أيام أخرى إذا كانوا يقدرون على القضاء، أو يطعمون إذا كانوا لا يقدرون على القضاء. أما العمل فإنه لا يبيح الإفطار، فالعامل يعمل ويصوم، وإذا كان لا يتواءم العمل مع الصيام فإنه يترك العمل ويطلب عملا آخر يتواءم مع الصيام، والأعمال كثيرة، يجد عملا يتلاءم مع صيامه. الحاصل أن العامل لا يجوز له أن يفطر، لأنه حاضر غير مسافر، ولأنه صحيح غير مريض، ولأنه ليس له عذر شرعي من الأعذار التي رخص الله الصائم أن يفطر من أجله، فعليه أن يعمل ويصوم، وعليه أن يطلب من الأعمال ما لا يتعارض مع صيامه، والأعمال كثيرة، من يتق
الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وما زال المسلمون منذ فرض الله الصيام وهم يعملون ويشتغلون ويصومون، لا يتركون الصيام من أجل العمل، مع العلم أنهم يعملون أعمالا شاقة ومتعبة. ومع هذا لم يرد في تاريخ الإسلام أو عن السلف الصالح أنهم يفطرون من أجل العمل وهم مقيمون أصحاء.